بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. التحكم في خصائص التمرير السريع، شوف هاك الين أرشفة ولا يمين، هذا كيف أغيرها في الإيميل حق ذا الإعدادات. بعد ما تروح الإعدادات تختار الإيميل اللي هو البريد، بعد ما تختار البريد خيارات التمرير السريع، شوف أنا الآن أقدر أغيره من هنا نقل الرسائل بمجرد هذا خيار التمرير، تمرير إلى اليمين هذه، وهذا التمرير إلى اليسار، أرشفة ولا نقل الرسائل ولا لا شيء، تقدر تختارها. هذا وصل الله على شوف الآن، قبل ما خلنا نروح للإيميل عقب ما خيرناه، شف نقل الرسائل خرجت عندي ولا أرشفها هاك، وهنا حذف، هذا وصل.